ولد بقى. علي. اهلا استاذ حضرتك. ازيك يا علي، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ايه، متجوز ولا مش شكلك مش متجوز كده؟ لا لا مش متجوز. ولا عايز تتجوز؟ ولا عايز اتجوز. ليه؟ ليه اسبابي بقى، انا راجل عندي 27 سنه، اصحابي من في اثنين ثلاثه اتجوزوا، بيقعدوا معانا على القهوه، بيتمنوا انه اصلا القعده تطول، واحنا قعدتنا كده على طول بيتمنوا انه القعده تطول. بقى يعني مشاكل ودنيا وقرف وكلام من ده. ايوه بس مش كل الناس صحابك، يعني مش كل الناس زي صحابك، وطبيعي. لسه كنا بنتكلم انا ودكتور اشجان وايه ان في اي علاقه بيبقى فيها طبعا مشاكل. ما هو انا اصحابي من نفس البيئه اللي انا طلعت منها، فاكيد انا هكون حياتي زي حياتهم، مش هختلف كتير. لا، ليه حياتك زي حياته؟ زي حد يا استاذ علي. حياته يا استاذ علي زي حياتي. استمر يا علي. لا ما يستمرش. بقول لحضرتك في نفس الرينج، اتربينا سوا وعشنا سوا، يعني هم بيتعاملوا زي ما انا بتعامل تقريبا بالظبط، فعشان كده انا خايف من حته الملل، من حته القرف، حته المسؤوليه الزياده اللي بتحصل لي. وبعدين دلوقتي معلش يعني الخبرات السابقه، يعني انت معتمد على، انت رافض الجواز عشان الخبرات السابقه اللي انت شفتها من وعلى حته الملل برضه، يعني حاسس ان الموضوع هيبقى ممل بعد فتره قريبه. لا. مش بشكرك. ايه؟ بشكرك يا علي، شكرا جزيلا.